هذه الشوارع هنا في مدينة الناصرة ضجت بالسياح قبل عام ونصف العام، واليوم باتت خالية. هنا تحديدا تظاهر صباح اليوم بعض عمال قطاع السياحة الذين قالوا إن بعض زملائهم لم يستطيعوا الحضور لأسباب مادية. كان وللأسف إن المرشد السياحي قاعد بحسب حساب 10 لتر بنزين بدنا نجيبنا هان معوش يدفع إيجار الطريق يجي لهون. هاي التواضع، هاي نتيجة التواضع الموجود هنا. الجماعة معهم مش فلوس يحطوا بنزين للسيارة، يطلعوا فيجوا على المظاهرة. حاسس بإحباط، أنا حاسس بنفسي مثل الكرسي الطاولة في البيت، أنا مش بعطي. مش ناحية ثانية أنا مش قاعد بوكل، أنا قاعد بوكل بنفسي، لأنه سنتين أنا فيش عندي دخل، طبيعي إنه بدي ألحق حالي وأدور شو مطلبنا، شو بدنا، شو احنا واقفين اليوم هنا. احنا بدنا نعيش، بدناش اشي اكثر من هيك، بدنا نتفت كرامي. المصالح السياحية التي تضررت بسبب أزمة كورونا كثيرة، لكنها قد لا تكفي للضغط على الحكومة، والمطالب من جانبهم باتت واضحة كوضوح الشمس كما يقولون. فتح السياحة الوافدة بشكل كامل كما في سائر دول العالم، أمل من الحكومة انه تفتح المجال الجوي للسياحة الوافدة. اليوم هي وقفة احتجاج، إذا استجابت الحكومة أهلا وسهلا، ما استجابت الحكومة يمكن هذا الشارع يتسكر، يمكن يتسكر هذا الشارع. إحنا رايحين بانتفاضة سياحة، انتفاضة راح تكون، نأمل أنه يصل هذا المسر لحكومة إسرائيل. احترم الشروط، بالذات شروط وزارة الصحة، وهذا الشغل تبعهن بالمطارات. ولكن بيجوا بيقولوا لك 1000 شخص باليوم أو 1000 سايح، هذا بكفيش لمين ومين، بكفيش لحدا. إحنا بدنا تفتح السياحة بشكل تام مثلنا مثل باقي. ليش مسموح الكل يطلع لبريد البلاد، أما السواح المطعمين واللي ماركين بدائرة صحية واللي معهن تصاريح دخول ومعهن تصاريح صحية هدول ممنوع يفوتوا؟ ليش؟ هاد اللي معهن تصاريح وماشي حسب شروط وزارة الصحة يفوتوا. الخطة الحكومية المطروحة تحدد عدد السياح الوافدين إلى 1000 سائح شريطة حصولهم على التطعيم الثالث، لكن معالم تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع ليست واضحة حتى الآن. هذا ما بتقدر تطبقيه بالذات، يعني خلينا نقول بدي يجيبوا 1000 سائح باليوم. طب أنا عندي مجموعة بدها تيجي، طب أنا كيف بدي أعرف إذا هذا داخل الألف سائح باليوم ولا لا؟ يعني ما بنقدر نشتغل بهذه الطريقة. يعني تخيلي هو يكون الألف وخمسة، طب احنا اوريدي حجزنا اوتيلات وحجزنا كل شيء، وقفوا لي كل الشغل. مش منطقي الشغل اللي عم بيشتغلوا فيه، مش منطقي. كنا باوروبا قبل فتره، اوروبا فاتحه للسياحه، كله بيشتغل. طبعا احنا عم نقول يكون معك جرين باس، اعمل بي سي ار وكل هاي الامور، يعني اشتغل صح، ما بس ما في حاجه تعقد الامور. بنهايه الامر بكل حالي مثل اسا الوباء اللي عمالنا نمرقه، في بالاخر الارقام بدها تحكي. دولي موجوده هنا وعم تشتغل بس على ارقام الصحه، أمراض، عدد الأشخاص اللي متطعمين، لكن ما عم تطلع أرقام تانية مثل وضع الاقتصاد الموجود بالبلد. تبع كم من واحد باطل عن العمل فيه هنا بالناصري بيشتغل بس بالسياحة؟ للأسف يجينا عيد الميلاد وإحنا الدمع بعينينا، شيء محزن جدا. يتساءل هؤلاء العمال عن مصيرهم بعد عامين كانوا فيها عاطلين عن العمل بشكل تام. وبالنسبة للدولة فإن السياحة هي قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة نظراً لتطور طفرات من فيروس كورونا في العالم، ما قد يبقي جميع الأسئلة مفتوحة دون إجابات إلى أجل غير مسمى.